قالوا يا روح الله من نجارس؟ قال من يزيد في علمكم منطقه، من يذكركم الله، من يذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. الإسلام الذي معناه الحقيقي الاستجابة لأوامر الله والانقياد لها وتحويلها من كلمات تسمع أو كلمات تكتب إلى أعمال تبصر وإلى أخلاق تشاهد. فإذا المسلم حول ما يسمعه من كلام الله ومن كلام رسول الله أو ما يقرأه في كتاب الله وسنة رسول الله، إذا حوله إلى أعمال وإلى أخلاق، ومحرمات القرآن اجتنبها وابتعد عنها، فهذا هو الإسلام. ومن يتصف بهذه الصفات فهو المسلم وهو المسلمة. فبالرغم من كل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام عم يعلمنا الضمان العلمي. الإسلام من مهماته وعلاماته أن يكون المجتمع كله بين عالم ومتعلم. أما شخص ثالث جاهل أو متجاهل فالإسلام من ذلك براء. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: إنما الناس صنفان، عالم ومتعلم، ولا خير في من سواهما. والعلم علمان: علم اللسان يؤخذ من طريق الأذان، وعلم القلب يؤخذ بطريقة القلب الطاهر من الدنايا ومن الأرجاس والأنجاس ومن الغفلات والتوجه والحب إلى غير الله عز وجل. فبهذه الطهارة وبهذه النقاوة يجالس المؤمن ربه. في دنياه وفي آخرته. أصحاب رسول الله كانوا أميين إلا القليل، مع ذلك وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بعلماء وفقهاء وحكماء يضعون الأشياء في مواضعها في أوقاتها بمقاديرها، في الكلام إذا نطقوا، وفي التعليم إذا علموا، وفي السياسة إذا حكموا، وفي الحروب إذا قاتلوا وجاهدوا. ولذلك كانت كل أعمالهم ناجحة وكل حروبهم مظفرة وكل مكاسبهم رابحة، ربحوا الدنيا مع الآخرة والآخرة مع الدنيا.
فلما النبي يقول المجتمع عالم ومتعلم ولا خير في من سواهما، فالإسلام ضمن العلم لكل أفراد المجتمع، فإن لم يكن عالما معلما مربيا مزكيا فالدرجة الدنيا أن يكون متعلما، متعلما الكتاب القرآن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هل علمتها يا مسلم؟ حتى لا تحتقر من الخير أن تفعله وتهمله ولو كان مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أن تحذر الشر وأهله ومجالسه وكلامه والنظر إلى أهل الشر. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأشرار قال المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. فالأشرار صحبتهم لا تفيد إلا الشر. المرء على دين خليله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم بمجرد الرؤية، ما قال وإذا جلست معهم فأعرض عنهم، إذا رأيتهم أعرض عن النظر إليهم، لأن النظر في وجه أحباب الله تثمر محبة الله، والنظر في وجوه أعداء الله تثمر البعد والجفوة عن الله، إلا ما كان من ضرورة حياتية معاشية، هذه من الأمور التي يعذر فيها المؤمن. فمن يزيد في علمكم منطقه، أي كلمة يا ابني الأحاديث النبوية فيها كما سمعتم عالم ومتعلم، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. فعلم اللسان يشمله الحديث النبوي، أما علم القلب وهو العلم النافع، علم اللسان يكون حجة الله على صاحبه، أما علم القلب هو الذي يزيدك من الله عز وجل قربا وحبا ومسارعة إلى رضائه وإلى محبة أحبابه وإلى معاداة أعدائه. فهذا العلم مع الأسف تخربت مدارسه وفقد معلموه وأساتذته، فكان المريد لما يأتي إلى الشيخ إذا كان عالما قل له كتبك هدول استغني عنها، أهله شغله عمله يدخله في خلوة 40 يوما. واختار موسى قومه 40 هيك الآية، ووعدنا موسى 30 ليلة، الظاهر ما نضج بمقام الرسالة والمكالمة، فأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. فسيدنا موسى 40 ليلة، سيدنا رسول الله بقي 5 سنوات يعتكف في غار حراء العشرات الليالي المتوالية ثم ينزل إلى أهله.
فبمدرسة مجالسة الله والخلوة مع الله والبعد عن مخالطة من يشغله عن الله، ماذا كانت ثمرة هذه المدرسة؟ بلا كلام وبلا نطق وبلا سماع، إلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلا من مدرستي أنا جليس من ذكرني، فما خرج منها إلا بشهادة اقرأ. فكيف قال أنا لست بقارئ، يعني ما يكتب في الأوراق والصحف، أما اقرأ يعني اقرأ ما كتب في قلبك بنور بصيرتك لا بنور بصرك، اقرأ لست بقارئ. قال فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد، يعني عصر عصر، قد تكون هذا الضم ليس ضما جسديا وإنما هو ضم ملائكي رباني اختلطت روحه بروح جبريل عليه الصلاة والسلام لتنقلب نفسه من النفس البشرية إلى النفس الملائكية وفي القمة العليا. فاقرأ، تعلم بأي مدرسة؟ بمدرسة اسم ربك، واذكر اسم ربك، وفي آية واذكر ربك، فإذا بدنا نذكر الاسم مع حضور القلب مع المسمى، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة اقرأ، يعني خذ العلم اللدني، وعلمناه من لدنا علما، وهذه هي علوم الأنبياء، أخذوها من غير أستاذ ولا معلم ولا قراءة كتاب ولا مسطور، إنما واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بجوارحكم بسمعكم بأبصاركم بكلامكم بأعمالكم يجعل لكم فرقانا، يعطيكم نور في الظلام تفرقون فيه بين الحفر وبين أن تسقطوا في الآبار وتسلكوا الصراط المستقيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، إن تتقوا الله. وتقوى الله أن تذكره فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.